شي حلو عن جد كتير شي حلو. بس تعرف كلياني اني خدعتها رح تحس بالندم كتير، وانا بهالوقت رح كون مبسوط على الاخر باحلى ايام حياتي. سيدتي الحساب. هذا أسلوبك المفضل. طيب وليش تغير لونك هي؟ لازم تكون مبسوط هلأ لأني استخدمت أسلوبك المفضل لحتى أوصل لك. هذا الموكب كرمالك. ها؟ نرقص؟ لا بس شوي. ها؟ يلا موسيقى. أيوة أيوة يلا روس. هاي 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 أتعرف بابات؟ اللعبة انتهت هلأ. خدو من وشي. وقف كلب. شو؟ لأنه رح نطالعه من هون على السجن فورا. وقف. هجموا عليه. سكوه هلا سكوه هلا هلا ورا بسرعة. توزع الله. حاضر سيدي. كل واحد ياخذ مكانه. يلا انا هون. أتعرف وقف وإلا رح أوصك؟ أتعرف وقف مكانك وإلا رح أوصك؟ قلت لك. الشخص الجبان لما بده يموت بيطلب المساعدة من غيره، بس هالشي ما بيعني أبداً إنه ينفد دائماً.